بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض عزيز تعبان عليا قوي يا حبيبي لو شفتيه عامل زي العيل الصغير اللي تايه من مامته اصعب حاجه في الدنيا ان خالي يفوتك ويمشي من غير ميعاد نهاركم سعيد مش يلا عشان عندنا مشوار عليا كمبيالاته لازم اسدها والا اتحبس قالت له ايه اديته حاجة ملفوفة في منديل وقالت له دي حتة صيغة تمنها وبيعها هموت يا حسن هتجنن مش عارفة أعمل إيه بلاش تظلميها يا نبيلة ما أنت بتقولي إنه صيغة مامتك في دولابك أنت وإنها ما بتدخلش أوضتك مش يمكن تكون باعت صيغتها هي فعلا لا طبعا هي حيلتها حاجة عشان يبقى عندها صيغة إذا جبنا بيبي رح يقربنا من بعض عايدة هو أنت مبسوطة معايا إذا ما كانت مبسوطة بكل هالشي بكون كتير طماعة يا مسبتي لو افتكر اللي حصل ولا لو افتكر ان انا السبب في اللي حصل له ده هيعمل فيا ايه؟ انت لازم تختفي من هنا قبل ما يحصل ده مش هينفع يا علي انا لازم افضل وراه لحد ما ليلى ترجع في حضني طب وانت ليه ما قلتش للناس دي انك متجوزة؟ عشان ما كنتش عايزة ابقى مضطرة اني احكي اني كنت بتضرب وبتهان وعشان كده هربت ايه اللي خلاني قاسي عليكي كده يا كريمان؟ عزيزي فريد أكتب لك من حيث تحدثت عيوننا لأول مرة لأفسح لك عن كل شيء وحين تنتهي من قراءة هذه الرسالة سيكون لك الاختيار
صباح الخير. صباح النور يا نبيه. ست نعمات بعت لك الفطار ده وبتقول لك هنستناك النهارده على الغدا الساعه 2:30. متشكر نبيه. واشكريلي ست نعمات. بس قولي لها مش هقدر اجي على الغدا عشان نازل مشوار مش عارف ارجع امتى. حاضر. صباح الخير يا عزيزة فندي. ازي حضرتك؟ أنا كويس، أشكرك على السؤال. بتدور على صوفيا؟ لا أبدا، أنا بس بشوف حاطين. اتفضل حضرتك، اللي عاجبك. هو فريد ما جاش النهاردة؟ لا ما جاش. هو بقاله كام يوم ما جاش، حتى أنا افتكرت إن هو بعافية ولا حاجة. لا أبدا، هو بيعدي عليا كل يوم. كان لسه عندي امبارح بالليل. اجيب لحضرتك حاجه؟ خليني اقعد شويه واشوف. ولا صوفيا هنا كمان مش كده؟ راحت تعمل واجب، بتزور واحده صاحبتها بعافيه. ده بتاخد اخر قطعه؟ ميرسي. مش معقول الك كام يوم مش عم باكل غير هيدا الجبنه. كنت عم بحكي مع أمك وقالت لي إنه شكله البيبي رح يطلع بيحب المالح. على فكرة عرضت علي إنه تجي تقعد معنا، بس قلت لها إنه الحمد لله هلا مش تعبانة، ما في داعي تجي تعذب حالها وتقعد معنا. بس بعدين إذا احتجناها فيها تجي؟ أكيد، تشرفنا في أي وقت. أنا بس عطليني هم وجع ظهري، لأنه وقت حملي بينادزا آخر 3 شهور كنت قاعدة بالتخت. تتذكر؟ طبعا، يمكن عشان كان اول حمل والظروف كانت صعبه، بس ان شاء الله المره دي مش هتتعبي. وانت قد ايه بدك وقت لا تتخطى المفاجاه؟ بصراحه اتخضيت، يمكن لأننا ما كناش متفقين ولا متوقعين ده. أنا نادية بالنسبة لي طبعاً بنتي، لكن البيبي ده هخليني أحس بحاجة جديدة أصلاً لا أنا عارفها ولا كنت عارف إني هروح لها. يعني على الأقل مش دلوقتي. وأكيد هكون مبسوط بيه، هكون مستعد له، يمكن بس محتاج شوية وقت. وقت عشان عندي مشاكل في الشغل، وأول ما تتحل أكيد بالي حيروق. ليه شو صاير معك بالشغل؟ عندي زميل دكتور حينقل الإسكندرية، وأنا هيبقى عليا ضغط في الشغل الفترة اللي جاية. مش عارف لو هقدر اسد ولا لا لحد ما الاقي حد تاني. انت قد وقدود. رح تروح على الشغل او رح تعدي على صوفيا قبل؟ لا خلاص انا اكلت، هروح على الشغل على طول. كنت حابه اكل حلو فقلت اذا رح تروح عند صوفيا بروح معك. زي ما قلت لك عندي ضغط في الشغل فلازم اروح على طول. طيب خلص بحكي نبيله اكيد بتروح معي. عايده انت قلتي مين غير اهلي واهلك على موضوع الحمل؟ بعد ما قلت لحدا، بس يمكن خبرون اليوم بس شوفون. انا بقول مفيش داعي دلوقتي عشان الظرف اللي احنا فيه. طنط ماجده لسه متوفيه وانت عارفه عزيز عامله ازاي. بس
مالك يا كريم؟ قولي لي صحيح، تحب اندهلك كريمة ولا كريمان؟ حب حياة مين أكتر؟ بجد والله أنا مش بتمقلس عليك، أنا بتكلم بجد، لأنه أكيد في حاجة خليتك تهربي من حياة كريمان ومريحاكي في حياة كريم. أنا كنت راضية بحياتي وسكتة، ما هربتش غير لما أنت أخدت نور عيني اللي أنا بشوف بيها، ومن ساعتها وأنا ماشية في الدنيا مش شايفة. هي إمتى إيمان قالت لك على ميعاد مجيئهم؟ بعت لها الفلوس هتحجز وتقولي. هو الرحلة بعيدة من هناك لهنا؟ أنا قلت لها يجوا بالطيارة أسرع، بس هي بتخاف منها ورفضها. هحاول أقنعها لما الفلوس توصل له. ودي يوصلوا بيها على طول؟ يعني كلها كم ساعة. أوروبا مش بعيدة أوي عن هنا. وإحنا ما سافرناش مع بعض قبل كده. مع إنك كنت وعدني وقت الخطوبة إن أنت هتلففني العالم كله. أصحيح، وإحنا تعرفنا على بعض إزاي؟ كان في بينك وبين بابا شغل. كنت في مرة بتوصله البيت وشفتني، ومن يوميها وإنت بتحوم حوالين البيت لقيتني في مرة لوحدي، حاولت تتكلم معايا وعرضت عليها إنك توصلني، وأنا رفضت ونزلت مشوار، ولما رجعت لقيتك قاعد مع بابا جوه وبتطلب إيدي. وإنتي قبلتي ولا باباكي غصبك؟ لا ما غصبنيش. يعني حبتين؟ لقيتك محترم وحنين. كل حاجة هترجع كويس، أو بلاش أقول هترجع، كل حاجة هتبقى كويس لو بس تديني فرصة أعوضك عن كل اللي فات. مين؟ أنا يا حبيبتي. قافلة على نفسك بالمفتاح ليه؟ يعني أأمن. يعني إيه؟ أصلي كنت بفرز صيغة ماما وما كنتش عايزة حد يدخل لي. إشمعنى؟ تفرزيها ليه؟ عشان بفكر نجيب خزنة أحسن، بدل ما الحاجة متسابة في البيت والناس داخلة خارجة. يضايق حضرتك إني أطمن على الحاجة؟ لا ما يضايقنيش، أنا كنت جاية أسلم عليكي قبل ما أنزل. نبيها قالت لي إنك فطرتي بدري في أوضتك النهاردة وما نزلتيش من ساعتها، فحبيت أطمن إنك كويسة. أنا كويسة، هكون كويسة أكتر لما أطمن. مالك يا نبيلة مش على بعضك وبتقولي حاجات غريبة؟ ما تاخدش في بالك، أنا بس وأنا ببص على حاجة ماما افتكرتها. تعيشي وتفتكري يا حبيبتي. كويس انك هنا. كريمة قالت لي انك كنت عندنا النهارده. اه كنت خارج الصبح وقلت اخد حاجه عندكم الاول. شكرا. خرجت رحت فين؟
لا ابدا، نشرب واشتري شويه حاجات. اتفضلي يا صوفيا. لا متشكره، انا لازم امشي، واحده صاحبتي عامله عمليه وهبيت معاها النهارده. طول عمرك صاحبه واجب. ولا واجب ولا حاجه، انا مبسوطه اني هبات معاها زي ايام المصيف واحنا صغيرين. كانت احلى ايام. لو سمحتي يا عزيز كل كويس، لحسن نعمات بتقولي ان الصواني ساعات بترجع زي ما هي. حاضر، اكل وتنام كويس. حاضر. وتصحى الصبح وتيجي تفطر معي. صباح الخير. صباح النور. أمال نادية فين؟ نايمة بالأوضة، إن شاء الله ما تصحى قبل ما أمشي كرمال ما تبلش تبكي. ميرسي إنه رحت قاعدة معك، لو وداد هون كنت قعدت معه. رح أحضر لك الأغراض قبل ما أمشي. طب سيبي ده. شو المناسبة؟ عايز أشكرك. على شو؟ عشان دايماً متفاهمة ظروفي مهما كانت سخيفة، وعشان أقولك مبروك. كتير حلو، بس إن شاء الله ظروفك تتحسن كرمال ما بقى تتكلف أنت وتصالحنا. واحدة تانية كانت تمنت ان ظروفي ما تتحسنش عشان افضل اجيب هدايا على طول. واحدة تانية، بس انا كل شي بدي هو انه نكون منيح سوا. تفتكر ان البيبي اللي هيجي ده هياخد من غلاوتك عند حد فينا؟ انت اول ضحكه، اول حضن، وطبطبه على كتفي بايدك الصغيره دي، وانت بنت يوسف، وحتى من روحه سابها قبل ما يمشي. انا مستنيكي تكبري عشان احكي لك عنه، بقول لك قد ايه كان فرحان لما عرف انك هتشرفي، قد ايه كان مستنيكي وبيرسم دنيا كامله ليكوا سوا. كان نفسي احس نفس احساسه وافرح نفس فرحته، واستنى البيبة اللي جاي على نفس النار، متاكد اني هحبه زي ما حبيتك اول لحظه شفتك فيها. انما كان نفسي اكون مستنيه بلهفه زي اللي كانوا مستنينك بيها، وما حسش ان المفاجاه لخبطت لي كل اللي حسبته وتمنيته. كان نفسي الحد اللي يدخل حياتي المره دي اكون انا اللي مختاره. لكن هو ملوش ذنب، انا متاكد يوم ما يتولد هديله النص التاني من قلبي. تشرب حاجة ولا ايه؟ لا خليني انا كده تمام. وانت برضو يا عزيز بلاش تشرب كأنه حد بيجري وراك. خاف من مين؟ انا كنت بخاف منها راحت خلاص. اقول لك الحق، انا لسه برضو شايل هم الخوف. الدنيا طلعت ما تستاهلش نخاف منها ولا حتى نعمل لها حساب.
كل ما حاولت تحسب أو تراضيها تيجي تلطشك فجأة على قفاك. ما فيش حاجة تخوف. لا في. خايف إن أنا معرفش أعيش من غير الخوف اللي تعودت عليه. فاكر إن ده كلام سكر مش كده؟ أنا عامل زي الطور من ساعة ما وقع على الدنيا وهو مربوط في ساقية. ما بيعرفش غير هو يمشي في دايرة. وقعد عمره كله يحلم اليوم اللي ممكن يتفك فيه. يحلم انه يمشي طوالي بدل ما هو بيلف حوالين نفسه كده. يحلم انه يخرج بره الدايرة ويشوف دنيا جديدة. ولما جه اليوم اتفك مبقاش عارف يمشي ازاي ولا يروح فين. ودماغه بتقول له انت ما تعرفش غير انك تلف في الساقية دي وبس. مشكلة ان الطور ما بقاش ليه صاحب ولا حد يلفه ولا حتى يشخط فيه. انا الطور ده يا فريد. انا الطور اللي بقى خايف حتى إنه يجرب يمشي من غير ما يكون مربوط. عزيز أنت زي الفل. أنت بس انتقل شوية في الشرب. لا يا فريد أنا شارب المر من كعاني من زمان. دلوقتي أنا راجل حر بس مش عارف أعمل إيه بحريتي دي. الحرية مش إنك تتحرر من الناس أو المسؤوليات. الحرية الأهم إنك تتحرر من تفكيرك أنت اللي ممكن يكون هو اللي ربطك. معتز بنفسي يا فريد. على مالي يا عزيز. والدتك متوفية ما بلهاش كتير. عايز تعمل ايه يعني؟ عايز اعرف اخش السرير وانام من غير ما افكر مين اللي هيلاقيني لو مت زيها. غيري الملايات وطلعي المخدات في الشمس. والنبي يا نبيها لو صدقي بيتصل بيا وسألك عليا قولي له انها هترجع قبل ميعاد الغد. حاضر.
عايزه حاجه من بره اجيبها لك معايا؟ يا بنت ما تتكسفيش، لو محتاجه حاجه قوليها اجيبها لك. ربنا يخليكي يا ستي يا رب. اديني قلت لك. صباح الخير. اتمنى. تتمني ايه؟ يا خنا، ما انا كمان عندي جوانتي اروح البسه. ايه ده؟ تعملي ايه عندك؟ دي صغيرة قوي. انتي ازاي كنت شايلة كل ده جواكي؟ اديكي دلوقتي عرفتي الحكاية كلها. قولي لي انتي، كان ينفع احكيها لحد؟ حاجات كتير ما كانتش تنفع. لا، ما هو خلاص، الحكاية اللي انتي قصدك عليها دي خلصت. ما كانش ينفع تكمل بأي شكل من الأشكال. الأمر الواقع بقى أقوى وفرض نفسه خلاص. واضح إنه هو قرر ينسى كل اللي ما بيننا، ومن يوميها وهو بيتهرب مني كان مسامح في كل اللي عرفه. بس لما عرف إنه إسماعيل طلع عايش وعرف اللي أنا عملته معاه، ما قدرش يستحمل وقرر إنه يفارق. حاجات كتير كانت واقفة من بين إنكم تكونوا مع بعض، مش بس إسماعيل. أكيد طبعاً، بس كنا بنحلم إن الظروف تتغير، ودلوقتي الظروف اتعقدت أكتر بكتير. مع إن أنا دلوقتي بس مستنية ليلى، وإسماعيل مش هيكون له وجود في حياتي بعد كده أبداً. مش علشان أنا مش قادرة أنسى اللي فات معاه، بس علشان أنا مش قادرة أنسى اللي كان مع فريد. الحكاية الحقيقية مفيش حد أبداً ينفع يعرفها. الناس هتعرف اللي إسماعيل يعرفه بس. انت بجد محتاجة تاخدي الأمان مني؟ لا والله أبداً، مش قصدي. أنا بس خايفة إنه فريد غضبه يعميه وتفلت مني. أكيد لا طبعاً. إسماعيل، مساء الخير. مساء النور. أنا آسف إن أنا قطعتكم، بس أنا لقيت المكان قافل. خير يا إسماعيل؟ في جديد؟ من إذنكم أنا هروح أفتح بقى. مش أنت قلتي لي محدش يعرف حاجة عني؟ ما أنا لسه حكيها لها دلوقتي. خلاص، مفيش أي حاجة ينفع تستخبى. وبعدين الناس هتشوفني معاك، وقتها هطلع شكلي اوحش. اوحش؟ المهم، في اخبار؟ ايوه. ايه ده؟ التليغراف من امام، الفلوس وصلت لها وهتحجز على اول مركب ويجوا. أنا عارفة إن أنا وعدتك إني هستحمل أي حاجة علشانك، إنما أنا مش هقدر أستحمل أكتر من كده. مش عايزاك تزعل مني، لكن أنا رايحة أقعد في بيتي لأني ماليش مكان هنا. حبيبي.
هو انا اللي فسدت اخلاقك ولا ايه؟ بس انت كنت بقيت كويس وزي الفل اللي رماك على المر تاني. لا مر منه؟ ليك وحشة يا دكتور. ايه؟ رجعت خلاص؟ رجعت من فين؟ من العقل والحكمة اللي كنت عايش فيهم مدة يا حكيم. لو كده ما رجعتش. الله؟ ما انا شايفاك قدامي اهو. يبقى بتهيألك. ده انت بقيت بتهزر كمان. ابدا، انا طول عمري دمي تقيل. لسه برضو ما لبستش دبلة؟ عمري ما هلبسها. افهم من كده انك راجل حر؟ عمرها ما كانت بتدبل يا لولا. ولا بتجوزوا حياتك؟ بالظبط، بالحب. وانا متجوز وبحب الاثنين. الاثنين؟ لا، اذا كان كده بقى اسيبك تشرب عشان تنسى، ومصيرك هتفتكر وهتجيني تاني. يبقى هتضيعي عمرك في الانتظار. عفريتة خالص البنت دي.
حبي ليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ولا قد أعرف الانسحاب ما إني عارف أنك طريق أخره سراب لنا أدرى من حبك أخف ولا قد ولا قد أعرض الانسحاب